لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام والصحف العربية والدولية، ولكن نبدأ بعد أبرز العناوين. في صحيفة المدى، في العراق ازدياد نشاط المتسولين وأغلبهم ينتمي إلى مافيات. في موقع الهيئة نت، الجواز العراقي في المرتبة ما قبل الأخيرة في الربع الثالث للعام الحالي. في موقع شفق نيوز، ملايين الدولارات صرفت في الحملات الانتخابية لشراء الأصوات وعلى الحكومة التدخل. في صحيفة الجارديان، في الذكرى العشرين لهجمات 11 من سبتمبر، لا نهاية تلوح في الأفق. في صحيفة القدس العربي، تخوفات فلسطينية على مصير 4 أسرى فارين أعيد اعتقالهم. في وكالة أسوشيتد بريس، واشنطن تسحب منظومات باتريوت من السعودية. وتحقيق لنيويورك تايمز يتعارض مع رواية الجيش الأمريكي حول الضربة الجوية الأخيرة في أفغانستان. السلام عليكم. كتب حسين صالح السبعاوي عن مؤتمر بغداد وأهدافه غير المعلنة ولا يعرف عنها الشعب العراقي أي شيء، ولهذا خرج البيان الختامي بنتائج مبهمة وفضفاضة، كما أن أي مؤتمر لا يعلن بوضوح عن أهدافه سيكون من الصعب الكلام عن نتائجه، وأي مؤتمر لا تكون له نتائج ملموسة على الأرض يتلمسها المواطن سيكون حبرا على ورق. من غرائب هذا المؤتمر أنه جمع الأضداد المختلفة سياسيا وأمنيا، مثلا السعودية وإيران وتركيا وفرنسا وقطر ودول الحصار، كل هؤلاء مختلفون فيما بينهم، فكيف لهم أن يتخذوا قرارات إيجابية لصالح العراق والمنطقة؟ ولا يمكن الحديث عن مشاريع اقتصادية كبرى ما لم تسوى المشاكل السياسية والأمنية بين الدول المتخاصمة. دعا المؤتمر إلى دعم العملية الانتخابية وأنها ستكون انتخابات مصيرية. كيف ستكون انتخابات مصيرية وهم نفس الأشخاص والأحزاب التي شاركت في السلطة منذ عام 2003 وإلى الآن، وهم جميعا متهمون بالفساد وتهجير الشعب العراقي؟ هل شاركت قيادة تظاهرات تشرين مثلا في قائمة مستقلة في الانتخابات؟ وهل شارك المقاطعون للعملية السياسية في هذه الانتخابات؟ وهل سيمنع الفاسدون من الترشح ويمنع استخدام المال السياسي الفاسد؟ هل ستمنع الميليشيات وأذرعها السياسية من المشاركة؟ إذا كان كل ما ذكر هو موجود في الانتخابات القادمة، فمن أين ستكون مصيرية؟ كذلك دعي إلى عدم التدخل بالشأن الداخلي للعراق. من المهزلة أن يقال عدم التدخل في الشأن العراقي وإيران حاضرة في هذا المؤتمر، ومن المهزلة أيضا أن باقي الدول الحاضرة لا تدين التدخل الإيراني في الشأن العراقي وتسكت على ما يجري. فإذا إيران لم تتدخل بالشأن العراقي، فمن يتدخل إذن؟ العراق في هذا المؤتمر ما هو إلا جغرافيا له، وإن الراعي الحقيقي له هي الولايات المتحدة الأمريكية، وإن البيان الختامي ما هو إلا حبر على ورق وبعيد عن الواقع العراقي الذي يعاني من مشاكل سياسية وأمنية واقتصادية، وجميع هذه المشاكل هي بسبب الأحزاب الفاسدة التي هيمنت على البلد بفضل المحتل الأمريكي والإيراني، وهذه هي الحقيقة التي لا يغيرها مؤتمر بغداد لدول الجوار ولا بيانه الختامي ولا أمريكا نفسها. نشر موقع مينا أف أن تقرير جاء فيه بعد سيطرة طالبان على السلطة وانسحاب أمريكا الفوضوي من أفغانستان، قرعت أجراس الإنذار القريب في العراق. حرب أبدية أخرى تخطط الولايات المتحدة للخروج منها خلال هذا العام. خلال الأونة الأخيرة باتت أوجه التشابه بين العراق وأفغانستان تبث من قبل السياسيين والمحللين العراقيين، حيث عبر الكثيرون عن الصدمة والحيرة من الانهيار المفاجئ لواشنطن في أفغانستان.
هناك عدة أوجه تشابه ما بين إدارة بغداد والأخرى التي انهارت قبل أيام في كابول. فالعراق لا يزال بلداً هشاً للغاية بعد 18 عاماً من الغزو الأمريكي، وتشمل أوجه التشابه افتقار الحكومتين للسلطة الوطنية بسبب تهم الفساد والطائفية وعدم الكفاءة التي لحقتهما. كذلك فقد تلقت بغداد وأربيل كميات هائلة من المساعدات العسكرية والمالية من الولايات المتحدة وحلفائها منذ عام 2003، ومع ذلك لا تزال قوات الأمن في العراق التي تلقى تدريباً أجنبياً تعاني من انقسامات كبيرة مع التشكيك في ولائها وفعاليتها. ذات السيناريو حصل في قوات الأمن الأفغانية التي دربتها القوات الأمريكية، لكنها سرعان ما انهارت بعد الانسحاب الأمريكي. بهذا الصدد يقول بيار مصطفى إنه في عام 2011 سحب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما القوات الأمريكية من العراق قبل وقت طويل من قرار الانسحاب من أفغانستان، لكن ما أعادهم مرة أخرى هو قيام تنظيم الدولة داعش باجتياح العراق وسوريا عام 2014. ويضيف مصطفى هزم نحو 66 ألف جندي عراقي مدربين ومجهزين من قبل الولايات المتحدة على يد قرابة 500 مقاتل من داعش ليقوم تحالف بقيادة الولايات المتحدة إلى جانب القوات الكردية ومجموعة شاملة من الميليشيات الشيعية العراقية الموالية لإيران التي باتت معروفة باسم قوات الحشد الشعبي بتنظيم القتال في نهاية المطاف. اختلاف آخر بين العراق وأفغانستان، وهو أنه بصرف النظر عن تنظيم الدولة، فإن المستفيد الرئيسي الآخر من خروج الولايات المتحدة سيكون على الأرجح دولة لطالما كانت مصدر مشاكل للولايات المتحدة. يقول دولار علاء الدين: إيران إذا لم يكن هناك موطئ قدم للولايات المتحدة هنا العراق، فسيكون لإيران يد حرة تعبر أو تعبر العراق وسوريا وتصل إلى لبنان. تقول صحيفة لوفيغارو: الحصول على آثار تبلغ من العمر أكثر من 5000 عام لم يكن يوما أمرا سهلا أو رخيصا، لكن في غضون سنوات قليلة بات العراق آخر بلد احتل في حوض بلاد ما بين النهرين، بلاد السومريين والآشوريين والبابليين، أرض خصبة للمهربين والمتاجرين بالبشر، أرض غارقة في التاريخ ما بين نهري دجلة والفرات وتعج بالمواقع الأثرية، لكنها لسوء الحظ مليئة بالحفريات الخطرة والمواقع المدمرة التي يقودها مجموعة من اللصوص منعدمي الضمير، وانتشار الفساد والفصائل المسلحة من مختلف التوجهات شجع هذه التجارة، الأمر الذي خلف استياء لدى السلطات المحلية. من المواقع الأثرية القديمة في الكوت والسماوة والناصرية ينقل المهربون غنائمهم نحو مستنقعات جنوب البلاد والعمارة، بلدة قريبة من إيران. عالم آثار عراقي فضل عدم ذكر اسمه يقول لوكالة الأنباء الفرنسية إن إيران باتت مركزاً لتهريب الآثار، حيث تعبر معظم القطع الأثرية المسروقة الحدود نحو إيران قبل أن تركب البحر عبر قوارب صيد نحو دول الخليج. طريق آخر تقطعه هذه القطع عبر الصحراء غرب العراق نحو الحدود الأردنية والسورية والتركية. كما يلعب فساد رجال السلطة وتدني الأجور دوراً أساسياً في هذه الظاهرة. الجدير بالذكر أن عدداً من التحف تعاد إلى العراق بين الفينة والأخرى، فمنذ أسابيع قليلة أعادت الولايات المتحدة الأمريكية 17 ألف قطعة أثرية تبلغ من العمر قرابة 4000 عام نهبت خلال العقود الأخيرة. وعلى الرغم من ترحيب مسؤول حكومي بهذه المبادرات، إلا أنه يرى أن المشكلة تكمن في دول الجوار للعراق والمتواطئة في التهريب حسب قوله. فالدولة العراقية ضعيفة، وإيجاد حل لظاهرة تهريب القطع الأثرية لا يعد ضمن أولوياتها. كذلك فانعدام أي نظام مراقبة لنقاط بيع التحف عبر الإنترنت يعد أحد أهم أسباب انتشار هذه الآفة. وتضيف الصحيفة: تداول التحف والأثار المنهوبة لا يزال يحرم العراق بأكمله من تراثه الخاص.
في مقال للكاتب وائل عصام في صحيفة القدس العربية يقول فيه: كان الخروج المرتبك للأمريكيين من أفغانستان مناسبة للتذكير بتكرار واشنطن لأخطاء سياساتها من بلد لآخر. وتحدث المراقبون والمحللون كثيرا عن إخفاق السياسة الخارجية الأمريكية في فهم مجتمعات المنطقة وإدارة النزاعات فيها وحاجتها لوقت طويل لتتعلم من التجارب السابقة، حيث تصدر الدراسات والتقارير الرصينة التي تقدم مراجعات ونقد، لكن بعد فوات الأوان غالبا. ومن الحوادث الشهيرة التي كشفت قصورا كبيرا في سياساتها العسكرية الخارجية وهزت صورتها الأخلاقية هي حادثة التعذيب في سجن أبو غريب في العراق. ولعل الكثيرين لا يعرفون أن ما حصل في أبو غريب عام 2004 بدأت أصوله في سجن باغرام الأفغاني عام 2002، فقد توفي سجناء أفغان تحت التعذيب بسبب تقنيات استجواب عنيفة، وانتقلت بعض الفرق العسكرية التي مارست التعذيب في سجن باغرام إلى سجن أبو غريب، وأدى تجاهل حالات الوفيات تحت التعذيب التي وقعت في باغرام لتكرار ذلك في أبو غريب، وتعرض واشنطن لفضيحة كبيرة أثرت كثيرا في سمعتها العالمية. ففي تقرير للجيش الأمريكي حول حرب العراق يؤكد قائد القوات الأمريكية في العراق ريكاردو سانشيز أن التردد في الاعتراف بانتهاكات باغرام التي ارتكبها جنود الفيلق 18 المحمول في باغرام قد قاد لتكرارها في أبو غريب. ويضيف التقرير أن الكتيبة نفسها التي كانت تستجوب المعتقلين في باغرام بأفغانستان جاءت لتولي الأمر في أبو غريب. أصبحت عناصر كتيبة المخابرات العسكرية 519 التي جاءت لتوها من أفغانستان مسؤولة عن إدارة عمليات الاستجواب في أبو غريب في أواخر يوليو 2003، وأعدت مسودة إرشادات الاستجواب التي تشبه إلى حد بعيد الإجراءات القياسية المستخدمة من قبل قوات العمليات الخاصة في أفغانستان عام 2003. العديد من هذه التقنيات لم تكن متوافقة مع اتفاقيات جنيف. كل هذه الانتهاكات أقر بها الأمريكيون ونشروا تفاصيلها في تقريرهم الناقد الجريء لسياساتهم في حرب العراق، ولكنهم عادوا مرة أخرى لتكرار السياسات الخاطئة نفسها في أفغانستان، هذه المرة بدعم الأجهزة الأمنية في حكومة حلفائهم في كابل التي ارتكبت قوتها انتهاكات خطيرة ضد المعتقلين، كانت مادة حاضرة في تقارير منظمات حقوق الإنسان وأدت إلى زيادة الاستياء الشعبي من السلطات الأمنية الحكومية، وهو ما استفادت منه طالبان كثيرا في عودتها للمشهد. نشرت مجلة ذا أتلانتيك مقالا للصحفي والمؤرخ جاريد جراف في ترجمته وترجمته عربي 21، قال فيه: إن مهمة تخليص العالم من الإرهاب والشر أدت إلى ذهاب أمريكا في اتجاهات مأساوية. أصبحت أحداث 11 من أيلول سبتمبر 2001 هي المحور الذي سيدور عليه كل التاريخ الأمريكي الحديث، حيث أعادت كتابة التحالفات العالمية وأعادت تنظيم الحكومة الأمريكية وحتى غيرت الشعور بالحياة اليومية، حيث انتشرت نقاط التفتيش الأمنية وأجهزة الكشف عن المعادي لداخل المباني والحواجز الواقية تنبت مثل نبات كودزو على طول شوارع أمريكا. لا يمكنني الهروب من هذا الاستنتاج المحزن. أخطأت أمريكا كحكومة ودولة على حد سواء في كل شيء تقريبا تعلق بالرد في القضايا الكبيرة والصغيرة. أمريكا حددت أهدافها على نطاق أوسع بكثير، وبأي مقياس آخر تقريبا أضعفت الحرب على الإرهاب الأمة، تاركة الأمريكيين أكثر خوفا وأقل حرية وأكثر عرضة للانتقاد من الناحية الأخلاقية وأكثر عزلة في العالم. وأصبح ذلك اليوم الذي خلق في البداية إحساساً لا مثيل له بالوحدة بين الأمريكيين خلفية للاستقطاب السياسي الآخذ في الاتساع. بدأت إخفاقات الأمة في الساعات الأولى من الهجمات واستمرت حتى يومنا هذا. إن معرفة كيف ومتى أخطأنا أمر سهل بالنظر للوراء، ولكن الأمر الأصعب بكثير فهو كيف يمكننا تصحيح الأمور إن كان ذلك ممكناً.
بعد 20 عاما من أحداث 11 من أيلول سبتمبر، ليس من الواضح ما إذا تم الحصول على أي معلومة استخباراتية مهمة من برنامج التعذيب. ووقعت انتهاكات مماثلة في سجن أبو غريب في العراق، كانت وصمة عار أخلاقية من هذه الحقبة واضحة جدا، لدرجة أن القاعدة في العراق، المجموعة التي تحولت إلى تنظيم الدولة الوحشي، استخدم لاحقا الصور ضدنا مستعرضا سجناءه بالبدلات البرتقالية كما في غوانتنامو، ولم يحاسب أي مسؤول كبير على الوفيات والانتهاكات التي ارتكبت باسمنا، بل على العكس تماما قام الرئيس دونالد ترامب بترقية جينا هاسبل التي أشرفت على موقع أسود في تايلاند إلى منصب مديرة وكالة المخابرات المركزية. في تقرير تحت عنوان 11 من سبتمبر 20 عاما من الهروب الأمريكي، نشرته بمناسبة إحياء الذكرى السنوية 20 لهجمات 11 من سبتمبر 2001، قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن أمريكا تبكي موتاها، وأضافت أنه في غضون 20 عاما حصل الكثير والقليل في الوقت نفسه، فبعد صدمة العالم يوم 11 من سبتمبر 2001 سرعان ما برز الاقتناع بأنه لا يكون هناك شيء كما كان من قبل، ففي الإنترنت أو على هواتفنا الذكية أو في طريق سفرنا باتت هناك العديد من مجالات الحياة اليومية الملوثة بهوس الأمن. بالنسبة للأمريكيين تظل ذكريات هجمات 11 من سبتمبر كما هي ولا تمحى مثل الإصابة نفسها، وهي أسوأ ذكريات تعرضت لها بلادهم من قبل جماعة إرهابية. أما بالنسبة للأصغر سناً، ونحو 70 مليون أمريكي ولدوا منذ 11 من سبتمبر عام 2001، فربما نشأوا دون ذكريات دقيقة. واعتبرت ليبراسيون أن العبء الذي فرضته القاعدة بعد سنوات من التخطيط الدقيق أدى إلى خروج أمريكا عن مسارها، والذي لم يكن حتى هوليود يتخيله، فقد استعرضت أمريكا قوتها الغاشمة دون التفكير في العواقب، وبدأت الحرب في أفغانستان في 7 أكتوبر عام 2001 وفي العراق في 20 مارس عام 2003، وانتهت الحرب الأولى قبل أسابيع قليلة بنهاية جسر جوي وهجوم آخر على بوابات مطار كابول، أكثر من 100 قتيل بينهم 13 جنديا أمريكيا. وقد أعلنت حركة طالبان منذ ذلك الحين حكومتها المؤقتة الجديدة. كما اعتبرت الصحيفة الفرنسية أن أمريكا في بداية القرن الحالي وجدت نفسها كقوة مزعزعة للاستقرار في الخارج، وفي المقام الأول في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت مغامراتها العسكرية إلى زعزعة التوازنات الهشة، وغذت الحروب الأهلية، وخلقت المزيد من الجهاديين أكثر مما قضت عليهم. لم يدر في خلد الاحتلال الإسرائيلي يوما بأن بإمكان الفلسطيني القابع خلف الزنازين إيجاد الفضاءات المطلقة داخل الجحور الضيقة، وأنه قادر على صنع الحياة لنفسه، بل ويرسم ملامح وجعه داخل المعتقل حتى لو اضطر لاستخدام الورق المعتق والنسكافيه مثلما فعل الفنان نضال فتاش. نشر فتاش الفنان الذي اعتقل عام 2012 مجموعة من الرسومات التي قام برسمها خلال 15 شهرا قضاها في السجون الإسرائيلية، مستخدما النسكافيه والورق المعتق، مجسدا فيها الحياة القاسية التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون. يقول: 15 شهرا رسمت فيها الرسومات بقلم رصاص على ورق معتق ونسكافيه يقوم بشرائه من الكانتينا مقصف السجن، حيث لافتا إلى أنه قام برسمها عقب اعتقاله في سجن مجدو، فيما كان مترددا في نشرها طوال تلك السنوات، فهي تعبر عن عشر بشاعة الاحتلال بحسب تعبيره. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.